حبيباتي وأحبائي، ونتمنى أنكم تكونوا بألف خير إن شاء الله. اليوم غادي نشارك معكم واحد الوصفة ديال ميني كيك بالحامض والشوكولا بأسهل الطرق لعرضات ديالكم، عرس، خطوبة، بيبي شاور، ولا حتى في المناسبات العائلية. نتمنى تجربوهم وينالوا الإعجاب ديالكم. ونبدأ في المقادير ديال الوصفة. الله يجعل أيامكم كلها محبة وسعادة، وإن شاء الله تجربوهم ويروقوا لكم ويدهشوا الضيوف ديالكم. وان شاء الله غادي نوريكم المقادير وهانتوما معايا. وما تنساوش اللايك والاشتراك ان شاء الله باش نوصلوا هاد القناة الى الرقي ان شاء الله، ونوصلوا هاد الفيديو 60,000 مشاهدة. وشكرا بزاف، ونخليكم مع الوصف. بالنسبة للوصفة الأولى غادي نبداو بالميني كيك ديال السيترون، وغادي نعطيكم المقادير كما غادي تشوفوا معايا. المهم غادي نحتاجو الكاس ديال السكر، السكر كيبقى على حسب الذوق. غادي نحتاجو كاس ديال الزيت، غادي نحتاجو الكاس ديال الحليب دافي دافي البنات، غادي نحتاجو 3 الكيسان ديال الطحين، وغادي نحتاجو الخمارة ونص ديال ألزا ديال الكاطو كما كتشوفوا معايا. وغادي نحتاجو ضروري الجوج ديال البيضات، ما درتش بعض البيضات، درت غير جوج كافيين، ورشة ديال الملح. غادي نعاود لكم المقادير عاوتاني: كاس ديال الحليب دافي، السكر حسب الذوق كاس حتى هو، كاس ديال الزيت، جوج خمارات ولا خمارة ونص، وجوج ديال البيضات برشة ديال الملح، وبيان سور ما غاديش نساو الطحين. غادي ناخدو 3 ديال الكيسان ديال الطحين، والطحين عاوتاني على حسب سميتو لا تيكستور ديالو، واش هذاك الخليط تيشرب بزاف ولا ما كيشربش. المهم كما كتشوفوا معايا غادي نخلطوا دوك جوج البيضات مع السكر كما كتشوفوا، حتى كيطلع لينا حتى كتولي اللون ديالو ابيض كما كتشوفوا. المهم هذا هو القوام ديالو، وغادي نزيدوا ليه داك الحليب الدافي وغادي نخلطوه حتى كيتجانس مع هذاك الخليط ديال البيض وديال ديك الرشه ديال الملح والسكر. ومن بعد غادي نبداو نضيفوا له ديك الزيت، هذا هو اللي كيعطي لداك الميني كيك ديك الهشاشه ديالو وديك الاسفنجيه. المهم غادي نخلط، غادي ندير الزيت غير بشويه بشويه حتى كنساليها صافي كما كتشوفوا معايا. ومن بعد غادي نبدا نزيد الطحين ديالي حتى هو بشويه بشويه حتى كيدخل في هذاك الخليط كامل. ما تزيدوش البنات الطحين دغيا دغيا كله، بحيث ما كتعرفوش واش غادي تجيكم الكيكه ولا هاد لي ميني كيك قاصحين ولا خفاف. خاص تكون المهم العجينه ما جاريه ما قاصحه باش كيجيو زوينين، ما كيجيوش مدقصين. المهم انتما بديت كنزيد بالطحين بشويه بشويه، وبقات ليا من هذوك 3 ديال الكيسان بقات ليا واحد المهم تقريبا نص كاس. وانتوما هذا هو القوام ديال العجينه. من بعد غادي نزيد ليها بيان سور الخميره ديالي. كتافيو تقدر تكتافيو غير بخماره وحده الا ما بغيتوهمش يجيو منفوخين بزاف، مي انا بغيتهم يجيو منفوخين بحيث ما غاديش نحلهم من الداخل. صافي درت خماره ونصف ديال الكاطو كما كتشوفوا معايا صافي. وغادي نبدا نخلط داك الخليط، ها انتما هذه هي القوام ديالها.
وصافي خديت لي مول ديالي. انا خديتهم على شكل قلب، جاوا واحد الشكل رائع. واحد النصيحه البنات، هي خاصكم تهزوا مزيان ديك، خذوا لالوش هذيك هذا صافي، غادي تشدوها وتطلعوها باش كتجي مفشفشه ديك الميني كيك ديالكم صافي. المهم غادي نعمر دوك لي مول ديالي اللي على شكل قلب، درت ليهم دهنتهم بزبيده ودرت ليهم رشه ديال الطحين باش ما كيلصقش، كيجيو رائعين صافي. وغادي نحشيهم بيان سور في الفران على درجه الحراره 180 درجه. غادي تسخنوا الفران ديالكم البنات، غتخليوه يسخن واحد جوج دقائق ولا ثلاثه، وعاد غادي ديروا فيه داك الميني كيك. المهم ديروهم غير منصين، ما تطلعوهمش بزاف باش ما تيجيوش منفوخين وطالعين بزاف. المهم ديروا غير مناص، عمروا غير نص ديال هذوك لي مول ديالكم، واختاروا لي مول اللي بغيتو. يمكن ديروا ليهم حتى من الداخل شوكولا، ولا يمكن ديروا ليهم المهم لي فروي كونفي ولا اللي بغيتو صافي. وغادي تحطوهم في الفران الساخن ديالكم، غادي طيبوهم لتحت، ومن بعد غادي ديروهم للفوق. بالنسبه للخليط ديالنا ديال هذا الميني كيك بالسيترون، غادي ناخذو جوج ديال الحامضات، غادي نعصرهم، غادي نحك، وغادي ناخذ حتى هو كاس ديال السكر كما كتشوفوا معايا، جوج حامضات معصرين، كاس ديال السكر، غادي ناخذ زيت ولا هذاك المهم دوك جوج حامضات غادي نشدهم غادي نحكهم مزيان، وغادي ناخذ داك القشره ديالهم غادي نديرها حتى هي. وغادي نحتاجو الجوج بيضات، هادوك جوج بيضات غادي نديروهم حتى هما خضر كما كتشوفوا معايا صافي. وغادي نمزج المكونات، ومن بعد غادي نديروهم على العافيه ولا على نار هادئه، ونخليهم حتى كيبدا داك الخليط تيعقد. المهم كما كتشوفوا معايا زدت دوك جوج البيضات ديالي صافي، ومن بعد غادي نبدا نخلط داك الخليط ديالي حتى كيولي متجانس، ومن بعد غادي نديروهم على عافيه ولا نار هادئه، هانتوما كما كتشوفوا معايا حتى كيولي داك الخليط، وما نديروش على التحريك، بقاو كنحركو كما كتشوفوا حتى كيولي الخليط عاقد. وغادي نشد الصفايه ديالي وغادي نبدا كنصفي. خاص يكون هذاك الخليط فاش نحطو في الميني كيك ديالي يكون ما فيه حتى شي شوائب، ولا ما فيهش داك لي غاست ديال داك ديك القشر ديال الليمون كما كتشوفوا معايا هانتوما، وراه بدا يعقد، راه ما حدو كيبرد وهو تيعقد. رائع البنات، خاصكم تجربوه، عرفتي داك لوغو ديال الحامض كيجي واعر. هنايا شو غادي ندير، غادي نزيد ليه واحد المعلقه كبيره ديال الزبده صافي، وغادي نخلط من بعد ما صفيتو، غادي نخلطو صافي، وغادي نغطيه بالبابي ديالي ونحطو على جنب. الا بغيتي ديروه في الثلاجه ديروه في الثلاجه، سينو الا كنتو زربانين عليه غتحطوه غير حداكم صافي حتى كيبرد مزيان. المهم ها الميني كيك ديالي، من بعد ما خرجتهم من الفران كما كتشوفوا فراني كان على درجه حراره 180 درجه، هانتوما شوفوا كي جاوا رائعين وطيبين مزيان، وجاوا غزالين كما كتشوفوا معايا صافي. ومن بعد غادي ندير ليهم سكر غلاس كما كتشوفوا، كيجي واحد المنظر فيهم رائع، اما المذاق يا البنات راه ما نقول لكمش. ومن بعد غادي نبدا نضيف دوك هذا الخليط ديالي ديال الحامض اللي صوبت كما كتشوفوا هانتوما القوام ديالو، شفتوا كي ولا عاقد ولا خاسر، اما المذاق يا سلام يا سلام ما نقول لكمش، جاي واعر واعر واعر. المهم غادي ناخذ المعلقه ديالي وغادي نبدا نحط داك الخليط في هذاك الفوق ديال الميني كيك ديالي الحامض كما كتشوفوا معايا صافي. غادي نبدا نايطاليهم حتى ان شاء الله نكمل هاد الميني كيك ديالي، ومن بعد تذوقوهم بالفاكهه اللي عندكم، ولا بالويزه ولا بقرقاعه ولا اللي بغيتوا اللي كان عندكم متوفر في الدار يمكن لكم ديروه كما كتشوفوا معايا. شوفوا كي جاوا المنظر ديالهم رائع، انا اختاريت نعطيهم شويه ديال اللون كما كتشوفوا، اختاريت ندير هذا فرامبواز كما كتشوفوا، يمكن لكم ديروا فخاز، يمكن لكم ديروا غير نعناع، يمكن لكم ديروا اللي كان ولا حامض ولا اللي بغيتوا. المهم غادي نكمل لي فرامبواز ديالي، وهذا هو الشكل ديال لي ميني كيك او سيترون كما كتشوفوا. نتمنى انكم تجربوهم ويعجبوكم،
المهم جاو واعرين واعرين واعرين، كون تشوفوا المذاق ديال البنات خاصكم تجربوهم. الحفلات ديالكم كما قلت عراسات لي بوفي ما كيحشموش وكيجيو منظر رائع ومذاق رائع، خاصكم تجربوهم ان شاء الله. تذكير البنات، بغيت غير نقول لكم بالله هذيك الخلطه ديال السيترون ما كاين فيها لا جيلاتين لا مايزينا لا حتى شي حاجه، راه طبيعيه كما كتشوفوا. بالنسبه للمقادير ديال ميني كيك وشوكولا، غادي ناخذوا جوج ديال البيضات ورشه ديال الملحه كما كتشوفوا معايا، غادي ناخذوا كاس ديال السكر. هنا خديت غير نص كاس لحقاش غادي ندير شوكولا، بغيت تبان ديك المذاق ديالو. خديت كاس الاربع ديال الزيت، كاس ديال الحليب كما كتشوفوا دافي دائما، وخديت دانيت بلوغو ديال الشوكولا. يمكن لكم ديروا كراميل، يمكن لكم ديروا اللي بغيتوا، المهم على حسب الذوق ديالكم. وخديت جوج كيسان ديال الطحين ونص، وغادي ندير المهم دوك جوج بيضات مع سكر كيما الوصفه الاخرى. غادي تقولوا لي البنات علاش كريمه ما درتيش باغ اكزومبل عجينه وحده ودرتي فيها ابخي الكاكاو وداكشي. انا بغيت ندير جوج ديال العجينات لحقاش باش نعرف المقادير بالضبط، في عوض ما ندوبل باغ اكزومبل المقادير. درت كل عجينه بوحديتها كما كتشوفوا معايا، زدت الحليب على داك الخليط، ومن بعد غادي نزيد الزويته ديالي غير بشويه بشويه دائما وابدا. هذه القاعده المعتمده في الكيك عندي ولا لي ميني كيك. المهم صافي، غادي نسالي ديك الزويته ديالي، وغادي نزيد من بعد من ما خلطت الخليط وطلع داك الخليط، غادي نزيد ليه داك المهم اليوغور ديالي اللي بالشوكولا. ويمكن لكم تعوضوا داك اليوغور بالشوكولا الدائب. هنايا كما كتشوفوا معايا زدت جوج معالق ديال الكاكاو المر، غادي نزيد ليهم من بعد الطحين ديالي كما كتشوفوا هنايا، راه غربلتهم مزيان غير جوج معالق كافيين. المهم غادي نخلط الكل كما كتشوفوا معايا، غادي نخلي داكشي الخليط يتجانس هانتوما، هذا هو الليكيد. المهم وغادي نزيد ليه ديك الطحين ديالي بشويه بشويه، طحين مغربل. يمكن لكم كما قلت تعوضوا بكراميل ولا تعوضوا باش بغيتوا. هنايا غادي نزيد معلقه كبيره ديال الخميره الفوريه، ما بقاتليش ارزا كما كتشوفوا. المهم خديت هاد لاباط ديالهم، لابودغ باط ماجيك، هي نيت خميره حتى هي، هي اللي كانت متوفره عندي في الدار. صافي وغادي نخلط ان شاء الله الكل، ومن بعد غادي نشد دوك ليمول او القوالب السيليكونيه ديالي، غادي نعمرهم بهذاك الخليط كما كتشوفوا راه خمر معايا. ومن قبل كنت درت ليهم الزبده والرشه ديال الطحين باش ما كيلصقوش، ما يغرقهمش الشكل ديال القوالب السيليكونيه. البنات خاصكم ضروري دير لهم سينو غادي يلصقوا لكم. المهم من بعد غادي ناخذ، غادي ندير الحشوه ديالي، غادي ناخذ الشوكولا المذابه الشوكولا الاسود، وغادي نزيد ليها داك اليوغور ديالي ديال الشوكولاط، وهذا هو القوام ديالو كما كتشوفوا جاي عاقد. وهادو هما الميني كيك ديالي بالشوكولاط، شوفوا كيجاو رائعين ومفشفشين، والشكل ديالهم رائع رائع جدا جدا. المهم غادي ناخذ داك الخليط ديالي ديال الشوكولا، ومن قبل غادي ناخذ السكر كلاسي صافي، وغادي نديرو على هادوك الميني كيك ديالي. ومن بعد المهم غادي ندير الخليط ديالي. كما قلت لكم شي البنات الله يثبتنا على الشهاده، بالنسبه لي ميني كيك وشوكولا درتهم 180 درجه حتى هما في الفران صافي حتى تحمروا، ومن بعد من التحت ومن بعد طلعتهم للفوق كما كتشوفوا ها هما كيجاو، جاو طالعين جاو غزالين في المنظر. ومن بعد غادي ذوبت شوكولا بلون كما كتشوفوا الشكلاط الابيض صافي، وخديت واحد الكوردون وبديت كنحاول انني ندير خطوط متوازيه وخطوط عاوتاني عموديه صافي. وزدت ليهم زينتهم بالفخاز كيتواتى
مزيان مزيان مع المذاق ديال الشوكولا. اللي بغيتو ديروا اللي كانت عندكم متوفر، كان عندكم كيوي، كانت عندكم اناناس، اللي كاين متوفر في الفاكهة ديروه. كيبقى التقديم على حسب نتوما شنو بغيتو ديروا، كيبقى على حسب الذوق ديالكم. المهم انا عطيتكم غير فكرة، انا كيعجبوني هكا وكيعجبوا وليداتي وكيعجبوا العائلة ديالي الصغيرة. المهم هانتوما كيما كتشوفوا كنحاول انني ندير خطوط متوازيه ديال داك الشوكولا بلون، شوكولات البيض، يمكن ليكم تديكوريوه باش بغيتو. المهم اللي متواجد عندكم في الدار، وهذا هو الشكل ديال هاد لي ميني كيك ديالي ديال الشوكولات. جاو رائعين رائعين، خاصكم تجربوهم، وان شاء الله مازال كاين وصفات اخرين ديال لاباتيسخي ان شاء الله، ونبارطاجيهم معكم ان شاء الله. وكما كتشوفوا هذيك الخلطه ديال الشوكولا ما درت ليها لا حليب لا مايزينا لا جيلاتين لا حتى شي حاجه. جيلاتين كتحاول ما امكن انها تعطي واحد لابغيونس لهذاك الشوكولات، مي انا كنحاول ما امكن. حنايا هنايا في كندا عندنا جيلاتين ديال لو بور ديال الحلوف، المهم حرام ما كنديروهاش. المهم كنحاول ما امكن ان ندير الوصفات ديالي بالمقادير اللي عندي. دونك كيما كتشوفوا هذا هو الشكل النهائي ديال لي ميني كيك او شوكولا. نتمنى انهم يعجبوكم ويروقوا لكم وتجربوهم ان شاء الله. وغادي ندوزوا للطريقه ديال التقديم، ونتمنى انها تعجبكم. وكما قلت لكم ما تنساوش الاشتراك واللايكات باش نوصلوا هذا الفيديو ان شاء الله ل 60,000 مشاهده. بالنسبه لطريقه التخديم كما كتشوفوا معايا، خديت هاد دي كارتون على شكل قلب احمر، وخديت هادو حتى هما على شكل قليبات صغار بويض، جاو رائعين كما كتشوفوا. غادي ناخذهم وغادي نبدا ندير فيهم شوكولا بلون، غادي نلصق بهم دوك لي ميني كيك ديالي، غادي يجيو رائعين في التزيين البنات وفي التقديم. غادي تشوفوا معايا انتما، غادي نبدا ندير داك الشوكولا بلون، غادي نديرو غادي نلصقو، هو اللي غادي يلصق ليا دوك لي ميني كيك، غيجيو رائع هانتوما غادي تشوفوا معايا. المهم كنصبح على داك الجنيبات اللي طاحوا، غادي نحيدهم باش كيجي في الديكور رائع رائع مزيان. المهم هانتوما غادي نحط داك الميني كيك او سيترون في هذا، عرفتوا مع ديك الدوره ديال القليب جاو واعر. يمكن تحطوهم للضيوف ديالكم، ولا كيما قلت لكم العرضات ولا المناسبات الكبيره ولا الصغيره كيجيو رائعين، ولا غير هكا نتوما والزوج ديالكم والزوجه ديالكم. المهم خديت عاوتاني ميني كيك ديال الشوكولا جاو واعر في الديكور. تلقاو البنات هاد لي كارطون هادو تلقاوهم عند المحلات ديال صحاب الحلويات، كيكونوا عندهم هاد لي ديكوراسيون، ويمكن لكم ديروا الديكور اللي بغيتو. كاينين حتى دوك الليمون اللي دايرين والليمون اللي مربعين، وكاينين ديكورات عديده ومتنوعه. المهم نتوما على حسب الشكل اللي بغيتو ديروا. انا عجبني هاد القليب. المهم باش تلصقوه فكره هادي مع الشوكولا نوار كيجي رائع رائع جدا، وحتى داك الشوكولا نوار فاش كينشف كيتهز معاه. دونك يا اما شوكولا بلون ولا شوكولا نوار، ولا حتى شويه ديال الكونفيتور ولا العسل. العسل شويه كيذوب، داكشي ما كنحبدوش. دونك هانتوما صافي، وغادي نكمل على هاد التزيين ديالي في البلاطو ديالي. خديت دوك البلاطويات جنيبات فيهم الاحمر والبيض، جاو رائعين رائعين وراقيين. وغادي نخليكم مع الطريقه ديال التزيين هانتوما معايا.
وهذه هي النهايه ديال الفيديو ديالنا ديال اليوم. نتمنى ان هاد لي ميني كيك سيترون وشوكولا يكونوا نالوا الاعجاب ديالكم وغتجربوهم ان شاء الله. وكما توعدنا ان شاء الله يوصل هاد الفيديو ل 60,000 مشاهده, ونتمنى انكم تجربوهم وينالوا اعجابكم, وان شاء الله الى فيديو قادم.